السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار نحاول ندير فيديو في موديل بيوشيمي، الموديل اللي داير ضجة في جامعة محمد الأول، الموديل اللي كيقولوا عليه راه صعيب. المهم هو موديل ماشي صعيب تاع ديك الدرجه، هو ساهل تخدم، راك غادي تفاليدي. المهم نعطيكم جوج نصائح، هي انهم حاولوا تزيروا باش تفاليديو في لوردينير حسن، حيت في راتراباش كيكون شويه صعيب مقارنه مع لوردينير. والنصيحه الثانيه هي ما ديوهاش في هضره الطلبه الاخرين، حيت كيبقاو يقول لك راني 3 سنين وكذا وما فاليديتوش وراه موديل صعيب. راه اي حاجه راك تخدمها تخدم فيها راك غادي يجيب. دونك بلا ما ديوها في هضره الطلبه الاخرين. المهم ما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين، ديروا جيم لاباج وبارطاجيو باش كلشي يستافد. دابا غادي ندوزو للشرح. المهم اول حاجه هو ان الموديل ديال البيوشيما راه كينقسم لدو بارتي، بارتي الاولى ديال لي غليسيد والبارتي الجوجه ديال لي زاسيد اميني ولي زاسيد نيكلييك. المهم حنا غادي نبداو نشرحو في هاد البارتي الاولى ديال لي غليسيد. اول حاجه غادي تعرفوها هي لي زوز. شنو هما لي زوز؟ هما لي سوكر سامبل، بحال مثلا الجليكوز راه سكر سامبل، سوكر سامبل. شنو هما هاد لي زوز؟ هما سون دي موليكول كومبورتون بليزيور فونكسيون الكول اي اون فونكسيون ريدكتريس. هما واحد لي موليكول لي كيحتويونا على فونكسيون الكول و فونكسيون ريدكتريس. فونكسيون الكول هما لي او اش، مثلا بحال الا هنايا مثلا هاد الموليكول هذا راه فيه او اش، كيكونوا فيه بزاف ديال لي او اش، داكشي علاش كنقولوا فونكسيون الكول. وفونكسيون ريدكتريس اللي كينقسم لجوج، عندنا جوج دو فورم هما السيتون والالديهيد، هما هادو الديهيديك ولا السيتونيك. الديهيديك هو بحال هذا راه غليسيرالديهيد. باش كنعرفوا الفرق بين السيتون والالديهيد، هما هنايا هذا هنايا في الكربون 1 كيكون سي اش او، ولكن فورم سيتونيك لا كيكون سي دوبليزو او في الكربون 2. عقلوا راه هذا هو الفرق، هنايا هنايا كاين سي اش او وهنايا سي دوبليزو او. هادي جات من هاد الاو اش حيت راه اليمن، الا كان هنا الاو اش على اليسر كنكتبو ال، مي كيكون على اليمن كنكتبو دي. المهم هاد النهار غادي نحاولو نخدمو غير على هاد الفورم هادي ديال لي زالديييد. المهم هذا راه بحال هاد الاخر، هاد لا فورم هادي راه بحال هادي سي اش الاو، هنا راه كاين واحد السي، هنا الاو اش، هنا الاش، هنا سي اش دو او اش. كاين اللي كيوقع لهم خلط، الطلبه اللي كيوقع لهم خلط. هاد سي اش او راه بحال هادي، السي عندها السي شحال عندها ديال الاخر ليزو، هي عندها 4 ليزو، يعني ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة. الاو عنده جوج، ها واحد جوج، والاش وحده. كذلك الكربون هذا راه عنده هنايا رابطه، رابطه من رابطه من رابطه من 4 ليزو. هنايا عاوتاني هاد السي هادي راه عنده سي اش 2 وعنده هاد الاو اش. يعني اللي خصكم تعرفوا هو السي عنده 4 ديال الروابط، هاد الشيء راه خصك ضروري تكونوا عرفتوه، راه قريتو ديجا قريتو في الشيمياء اورغانيك. والاو عندها جوج والاش عندها واحده اللي راه معروفه. المهم فورمالديد مثلا بحال الجليكوز راه فورم الديهيد، هو سي اش او كداير هو الفورم ديالو. جليكوز هو فورم الديهيد حيتاش عندو سي اش او هنايا. كاين عاوتاني الجالاكتوز اللي داير هو عندو ستريكتشر هكا، هنا
هذول لي او اش ومن هنا راه اش كاينه، خاصكم تكونوا عارفين هذول لي او اش، هنا او اش وهنا راه كاينه واحد الاش هنا، هاد الكاركون عنده واحد جوج ثلاثة، دوك الرابطة اخرى راه غير مكتوبة، يعني راه هنايا السي اش، هذا جالاكتوز. هذا وهذا شوفوا مزيان، هنا سي اش و سي اش بحال بحال، هنا كاين هاد الاو اش هادي كيشوف في اليمن، تا هنا اليمن، هنايا ليسر، هنا تا هنا ليسر، هنايا كاين اليمن ولكن هنا ليسر، هنا فين كيختلف، وهنا اليمن، هنا اليمن، يعني كيختلفوا غير هنا، هنايا فين كيختلفوا، فين كاين كربون واحد، كربون جوج، كربون ثلاثة، كربون ربعة، في كربون ربعة كنقولوا عليهم ايبيمير، اون سي كات، نقولو عليهم ايبيمير اون سي كات. هنايا كاين هذا جليكوز، كما قلنا جليكوز والجالاكتوز راه فورم الديد، وكاين حتى المانوز، مانوز هو على هاد الشكل هكا، مانوس هو كيختلف فين مع الجليكوز، كيختلفوا هنا في اللو في الكربون الجوج، الجليكوز كيشوف في اليمين هذا كيشوف في اليسار، في الكربون ثلاثة بحال بحال، في الكربون ربعة بحال بحال، في الكربون خمسة بحال بحال، دونك هذا ايبيمير، ايبيمير مع الجليكوز فين، ايبيمير اون سي دو، سي واحد سي جوج، سي جوج هادي خاصكم تكونوا عارفينها. دابا غندوزو لمرحلة أخرى، المرحلة الأخرى اللي هي شنو، المرحلة الجوج شنو هي، هي هاد الجليكوز هذا راه عبارة على هاد، على هاد لافورم هادي، دابا هو كيقولك عطيه لي على شكل سيكل، كيقولك على سيكل بيران ولا فيران، المهم غادي نشرح لكم كيفاش هاد الجليكوز هذا رجعو على شكل سيكل بيران وسيكل فيران. كيكون عندنا الجليكوز بحال هكا، راه نفسو عاودوا له هنايا بهذه الطريقة هذه باش تفهموا، راه بحال بحال، سي لا ميم شوز. تبعوا معايا دابا، هو الجليكوز ياك، اول حاجه كنديروها شنو، كنزيدو واحد الاش دوزو ياك، كنزيدو اش دوزو كتولي لنا كتولي لنا هاد السي هادي، كتولي او اش، او اش اش دوزو، او اش والاش، يعني هاديك هي الاش دوزو اللي زدنا، من هنا راه كتبقى واحد الاش ياك، هنايا راه كاينه او اش، هنا راه كاينه او اش، هنا راه كاينه او اش، هنا راه كاينه او اش، دونك المرحلة الأولى عقلو، الأولى هي كنزيدو لاش دوزو، المرحلة الثانية كنقصو لاش دوزو، هاد الاو اش اللي كنقصوها فين،
دابا حنا مثلا دابا حنا غادي نخدمو على السيكل بيران. سيكل بيران، سيكل بيران شنو؟ سيكل بيران حنا خدامين على البيران. بيران عقلو مزيان، بيران ديما السي واحد هو اللي كنربطوه مع السي سانك. دونك هذا الكربون هذا واحد كيترتبطنا مع السانك. دونك ديك الاش دوز اللي غادي نقصوها هي هادي. فبحال هادي راه تإليمينات نقصناها، غادي تولينا على هاد الشكل هذا، غتولينا هكا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، عاد تولي على هاد الشكل. دابا صافي، دابا راه ساهلة. دابا تبعو معايا مزيان، الكربون واحد ياك، هذا هو كنديرو هنا كنحطوه، راه هو هذا الكربون واحد، كنديرو هاك اش او اش، هاد او اش و هاد اش هما هاد، غير باش تعرفو من جيو. هاد الكربون راه هو السي واحد، هاد السي واحد مرتبط مع واحد الاو ياك، مرتبط مع واحد الاو اللي هي هادي، ومنها مرتبط مع الكربون جوج. المهم هنايا راه كترتبط مع السي جوج، السي جوج هي هادي كتشوف في اليمين، دونك غادي تكون لتحت. نهار كيكون كيشوف في اليسر كنطلعو لفوق، دونك السيجور غادي تنزل لتحت. هاد السيجور هادي كترتبطنا مع السيتروا، السيتروا هي هادي، السيتروا فين؟ كتشوف في اليسر، دونك كنطلعو لفوق. السيتروا كترتبط مع السيربا، يعني هادي هي السيربا، السيربا فين؟ كتشوف في اليمين، دونك غتنزل لتحت. السيربا ماما كترتبط مع السي خمسة، هي هادي السي خمسة، هاد السي خمسة ماما كترتبط مع الأو، كترتبط مع السي ستة، يعني غادي ترتبط مع الأو و ترتبط مع هاد السي هادي، مع السي ستة، سي أش دو أو أش. صافي دونك دابا درناها على فور، على شكل سيكل، سيكل. دونك باش نسميو، كنسميو كن كن التسمية ديالو كنقولو جليكو. غليكو بيرانوز، غليكو بيرانوز، بيران هادي راه جات من سيكل بيران، كنقولو غليكو بيرانوز. كنديرو هنا كنزيدو دي، علاش دي؟ حيت هاد الكربون عقلو ديما كنشوفو الكربون اللي قبل الكربون ستة، الكربون اللي قبل الكربون ستة هو هذا كيشوف في اليمين، دونك كنديرو دي. إلا كان كيشوف في اليسر كنديرو ال، عقلو مزيان. كاينه حاجه اخرى غادي نشرحها، اللي هي هاد الاو اش هادي علاش درنا لها حنايا على هاد الشكل وما درناهاش على هادي ولا على هاك، على هاد الشكل هذا. حيت هاد الاو اش حنا عندنا هنا ما عارفينهاش واش كتشوف في اليمين ولا كتشوف في اليسار، دونك داكشي علاش كنخليوها. في شي مرات الا كانت هاد الاو اش كتشوف في اليمين، كتشوف في اليمين، كتشوف في اليمين، دونك غادي تكون هاكا طالعه، و الا كان العكس كتشوف غادي تكون هاكا، عفوا غادي تكون هاكا لتحت، و الا كانت على اليسار غادي تكون كطالعه لفوق. المهم كيف ما قلت لكم، هاد الا كان كيشوف هنا لتحت، يعني هاد الاو اش راه على اليمين، ممكن يكون كيشوف لتحت. مين كيكون كيشوف لتحت كنديرو هنا الفا، ياك يعني كنديرو الفا، عقلو مزيان كنديرو الفا. و الا كان العكس هاد الاو اش هذا كان كيشوف على اليسار دونك كيكون طالع لفوق، كنديرو البيضة، غير باش تعرفوا ديك البيضة منين جات والالفا منين جات. هادي دونك غادي نكتفيو بهاد الشيء. الفيديو الاخر غادي نشرحو فيه السيكل ديال الفيران، وغادي ندوزو للفورم الاخرى اللي هي اللي هي السيتون، وغادي نشرحو فيها حتى هي السيكل الفيران والسيكل بيران ديالها، ومن بعد نكملو ان شاء الله.